ما إن تهدأ جبهات القتال في تعز حتى تشتعل المواجهة من جديد. معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الإنقلابية بعد إعلان قيادة المحور عن انطلاق عملية عسكرية واسعة تشارك فيها جميع الألوية العسكرية لفك الحصار عن المحافظة وتحرير ما تبقى منها. استمرار العملية العسكرية اليوم الثاني على التوالي معركة فك الحصار عن تعز. الحمد لله هناك تقدمات في بعض المواقع باتجاه خط الخمسين، وبإذن الله تتواصل العملية بدون توقف في ظل دعم الطيران التحالف العربي من أول وهلة، وبإذن الله نستمر حتى تحقيق الهدف وكسر الحصار عن محافظة تعز من الاتجاه الشمالي واستعادة خط الستين. الجهتان الشمالية والغربية هما مسرح المواجهات الأعنف هذه المرة، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم وتحرير مواقع عدة كمزارع البيضاني وقرية الخور غرب المدينة، بينما تحتدم المواجهات شرقا. بدأت العملية العسكرية بالاشتراك مع جميع الألوية وبمساندة طيران التحالف العربي، وحققنا تقدم بسيط، وما زالت العملية مستمرة حتى قطع خط الستين إن شاء الله، ومستمرين بمعنويات عالية وبتقدم من وقت إلى آخر، وما زالت وإلى الآن العمليات مستمرة، وطيران التحالف يحلق ويضرب الأهداف والتعزيزات الواقية من إيب ومن مفرقة الذكرية اتجاهنا إلى الستين. ها هي جبهة الزنوج، قبلة الجبهات، الجبهة الشمالية تودع 3 شهداء من معركة تحرير الجبهة الشمالية يوم أمس، والعديد من الجرحى في إطار خطة تحرير محافظة تعز الجبهة والجهة الشمالية. سنواصل تقدمنا، سنواصل عملية استكمال تحرير المدينة بمشاركة أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استكمال فك الحصار على هذه المدينة المحررة. مقاتلات التحالف العربي بدت حاضرة وبقوة، حيث مثل الإسناد الجوي جزءا مهما في تقدم الجيش، وتمكنت المقاتلات من تدمير عربات وآليات عسكرية للميليشيات في جبل أمان شرق المدينة. بينما تتقدم قوات الجيش أرضا وتساندها قوات التحالف جوا، تمضي استراتيجية عسكرية جديدة بخطوات جادة من الجميع لفك الحصار عن المحافظة واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق المحاصرة. حمزة أمين، قناة القيس، من الجهة الشمالية لمدينة تعز.